في اليوم العالمي للخدمة العامة، الرئيس السيسي يؤكد دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة. الأمم المتحدة تحذر الاحتلال الإسرائيلي من عرقلة جهود العمليات الإنسانية في غزة، والأونروا تشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. المجلس النرويجي للاجئين يحمل المجتمع الدولي مسؤولية تدهور الأوضاع في السودان ويطالب بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الثانية عشرة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة. ودعا الرئيس السيسي خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إلى تجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، مؤكدا دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم سبل الدولة لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن انهيار النظام العام والسلامة في غزة يهدد بشكل متزايد العمليات الإنسانية والعاملين في مجال الإغاثة بالقطاع. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن المنظمة تعمل مع شركائها والأطراف المعنية لمعالجة غياب النظام العام والسلامة، إلى جانب العقبات الأخرى الماثلة أمام الاستجابة الإنسانية ذات المغزى، محملا السلطات الإسرائيلية مسؤولية أصول المساعدات الإنسانية. ستيفن فيشر هو بروفيسور اوف بوليتيكال سوشيولوجي ات ذا يونيفرسيتي اوف أوكسفورد. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن 69% من المنشآت التعليمية التي كانت تأوي نازحين في قطاع غزة تعرضت للقصف أو لأضرار بشكل مباشر. وشددت الأونروا على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مطالبة بضرورة أن يتوقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني والقيام بالوقف الفوري لإطلاق النار. نزح مئات الآلاف من رفح الفلسطينية إلى شمال ووسط القطاع هربا من القصف الإسرائيلي. وتسببت درجة الحرارة في زيادة الأوضاع المأساوية التي يعاني منها النازحون. في جنوب قطاع غزة المدمر وتحديدا في خان يونس، نزح مئات الآلاف من رفح الفلسطينية إلى المدينة هربا من القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين. العائلات الفلسطينية حملت أطفالها واضطرت للخضوع للتهجير القسري المتكرر والذي لا يتوقف. الناس جاعت ولا أكل ولا شرب ولا أواعي ولا كسوة، والناس مشحشطة وما حد مبسوط، حتى نص الأكل الناس بتأكله وهو كله نص رمل. حياة يعني حياة جحيم، حياة غير أدمية وواقع مأساوي وسط نقص الماء والغذاء والدواء ومخاوف من انتشار الأوبئة في أنحاء القطاع. المي بنشربها ملوثة، نفسنا بشربة مي نظيفة، والله نفسنا بشرب، نيجي نشرب المي بنشربها زي النار.
لم تقي رحلات النزوح الفلسطينيين ويلات العدوان الإسرائيلي، ولم يوفر جنوب القطاع الأمان الذي وعدت به القوات الإسرائيلية، حيث اضطر النازحون إلى العودة مرة أخرى إلى وسط وشمال القطاع. احنا قالولنا الجنوب أمان ونزحنا من الشمال على الجنوب للأمان، جينا على الجنوب على الأمان لقينا الأمان الموت قدامنا بنتظرنا، بنتظر أولادنا، بنتظر بناتنا، بنتظر قرايبنا، الموت لقيناه قدامنا، يعني ما لقيناش الأمان زي ما قالولنا في الجنوب، وعدونا في الجنوب في أمان. كما يعاني الأطفال من واقع أليم في ظل عدم توفر الاحتياجات الأساسية وانتشار الحشرات القاتلة. قرصتها والقبر عدل، اللي بتقرصه بموت عدل. ارتفاع درجات الحرارة زاد الأمر سوءا داخل المخيمات التي لا تستطيع أن تقي الفلسطينيين برد الشتاء أو حتى حرارة الشمس. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. استشهد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة ومنزل آخر بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر في قطاع الدفاع المدني ومنقذون أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابة آخرين. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية والجنوبية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال عدة منازل بحي البرازيل جنوب المدينة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,598 شخصا وإصابة 86,032 آخرين في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، قال إن انضمام وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير لهيئة الأمن المصغرة سيزيد التطرف والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية ويعزز استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة. وأشار مجدلاني إلى أن جميع أطراف التحالف في حكومة نتنياهو لهم مصلحة في استمرار هذا التحالف، ويدركون أن وقف الحرب يعني الدعوة للانتخابات مبكرة وسقوط هذا التحالف من قيادة إسرائيل. توجه وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالنت إلى الولايات المتحدة للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين. وقبيل مغادرته قال جالنت إن إسرائيل مستعدة لأي إجراء قد يكون مطلوبا في غزة وكذلك في لبنان، مضيفا أنه سيناقش مع المسؤولين الأمريكيين المرحلة الأخيرة من الحرب في قطاع غزة. هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلقة بحرب غزة سيتم حله قريبا. وخلال اجتماع بالحكومة قال نتنياهو إنه منذ نحو 4 أشهر يوجد انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. في الأثناء شهدت عدة مدن أوروبية مظاهرات لدعم غزة، وخرج الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الألمانية برلين والعاصمة النمساوية فيينا ومدينة ميلانو الإيطالية ومالامو السويدية ومانشستر البريطانية وأرهوس الدنماركية دعما للشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية
إلى قطاع غزة. أشارت صحيفة لا نوبيا إسبانيا إلى أن المظاهرات نددت بالجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأكد المتظاهرون مواصلة التظاهر حتى إعلان وقف إطلاق النار واحترام حقوق الإنسان لجميع الفلسطينيين. تظاهر أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة أمام وزارة الدفاع في تل أبيب في إطار احتجاجات أوسع تطالب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو والتوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين. وسلط المتظاهرون الضوء على الأزمة التي يعانيها سكان الشمال في ظل الاشتباكات المتصاعدة مع حزب الله اللبناني. في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، تظاهر أهالي المحتجزين الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع في تل أبيب في إطار احتجاجات أوسع تطالب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين. أهالي المحتجزين اتهموا نتنياهو بعدم الرغبة في التوصل إلى صفقة، قائلين إنه طالما يشعر بالاستقرار على كرسيه فلن تكون هناك صفقة ولن يكون هناك حل ولن ينتعش الاقتصاد والدولة دون إسقاط حكومته، وذلك على حد قولهم. ونظمت احتجاجات في عشرات المواقع في تل أبيب وفي القدس المحتلة وفي قيسارية حيث منزل نتنياهو وفي حيفا وبئر السبع، وتقاوم حكومة نتنياهو ضغوطا من قبل بلديات الشمال لتحدد موعدا يعود بحلوله السكان الذين نزحوا من ديارهم إليها. شرطة الاحتلال حاولت تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر حزب الليكود في تل أبيب، وتم تفريق واحتجاز العديد من المتظاهرين المناهضين للحكومة بعد غلق الطرق في شوارع رئيسية. وتشهد إسرائيل أسبوعياً تحركات حاشدة احتجاجاً على طريقة إدارة نتنياهو للحرب الدائرة منذ نحو 9 أشهر في غزة، حيث يحمل المتظاهرون لافتات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، فيما حمل آخرون لافتات تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة. اعترف الجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن جنوده قيدوا جريحاً فلسطينياً على الغطاء الأمامي لمركبة عسكرية خلال عملية في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة في انتهاك للقواعد العملاتية. أكد مصدر طبي في مستشفى ابن سينا التخصصي في المدينة أن الشاب يدعى مجاهد فياض وكان عند وقوع الحادث في حي الجبريات في منطقة وادي برقين. وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ العدوان على غزة في 7 أكتوبر، واستشهد منذ ذلك الحين 553 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بأيدي القوات الإسرائيلية أو مستوطنين. سلط رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الضوء على الوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية نتيجة منع إسرائيل 200,000 عامل فلسطيني من العمل داخل أراضي 48 وفقدان 300,000 فلسطيني في غزة لوظائفهم، فضلا عن إجراءات التضييق على البنوك الفلسطينية ووقف تحويل أموال المقصة. وشدد مصطفى على أن ما يحدث هو حلقة أخرى في صراع الإرادة والوجود، لافتا إلى أن الاحتلال يهدف إلى السيطرة من أجل إلغاء وجود الشعب الفلسطيني. ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتفنن في أنواع النكبات التي ترمي بها الفلسطينيين، وآخرها نكبة التعليم. فقد أثبتت الإحصائيات استشهاد آلاف الطلاب ووقوع الآلاف الآخرين بين جريح ومعاق، إلى جانب التدمير المنهجي للمدارس والجامعات. وفي ظل هذا الوضع المؤسف،
حرم نحو 39 ألف طالب وطالبة أو حرموا من التقدم لامتحانات الثانوية كنظرائهم في الدول الأخرى. ليست إبادة جماعية أو مجازر ممنهجة أو قتلا على الهوية فحسب، بل اخترعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنواعا شتى من الإبادة، منها الإبادة التعليمية عن عمد. فإن أكثر ما يقضي على أمة من جذورها هو القضاء على أحلامها، ولا يقضي على الحلم إلا اندثار التعليم واستشهاد عشرات الآلاف من المدرسين والطلبة والتربويين دفعة واحدة في شهور قليلة. وهذا بالضبط هو هدف الاحتلال الإسرائيلي من حربه على غزة. أرقام مخيفة أعلنتها وزارة التعليم الفلسطينية، ومشاهد فاقت الخيال، نكأت جراحا لم تندمل، وما زال نزيفها يهز أركان العالم شرقا وغربا. اليوم وفي أول أيام امتحانات الثانوية العامة، تصدرت المشهد مدارس خاوية على عروشها مهدمة، يعيش في فصولها بقايا مواطنين بلا ماء ولا كهرباء، وقد سقط طلابها ومدرسوها بين شهيد وجريح ومعاق ومشرد وجائع. فقد حرمت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 39 ألف طالب وطالبة من التقدم لامتحانات الثانوية العامة التوجيهية. منهم من حالت الأقدار دون لحاقه بركب أقرانه في الصف الدراسي، ومنهم من صعدت روحه لبارئها بوسام الشهادة. فوفقاً لوزارة التعليم الفلسطينية، فإن 430 من طلبة الثانوية العامة استشهدوا في غزة، فيما استشهد في الضفة الغربية 20 آخرون خلال العام الدراسي الذي انطلق في شهر أغسطس الماضي. الوزارة أعلنت إحصائية الدم لتجد أن ما لا يقل عن 8000 شهيد في قطاع غزة ممن هم في سن الدراسة، و350 شهيدا من المعلمين والمعلمات، إضافة إلى المفقودين وعشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين، إلى جانب 110 مدارس وجامعات تم تدميرها بشكل كلي، و321 مدرسة وجامعة تم تدميرها بشكل جزئي. وبما أن الهدف هو تفكيك أسس المجتمع الفلسطيني، فإن القول بأن 630 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة تم حرمانهم من حقهم في التعليم منذ بدء العدوان هو رقم في ازدياد مستمر مع استمرار القصف الهمجي. وما زالت غزة في انتظار إشعار آخر تعود من خلاله لممارسة حياة طبيعية يستحقها الشعب الفلسطيني الصامد صاحب الأرض. ونبقى في الشأن الفلسطيني، وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأنروا في غزة. دكتور عدنان، بعد التحية، يعني الأنروا تقول إن 69% من المنشآت التعليمية التي كانت تأوي نازحين في قطاع غزة تعرضت للقصف. برأيك أين قرارات مجلس الأمن والمنظمات الدولية منذ هكذا عدوان؟ يعني هناك قرارات كثيرة بصراحة من كافة المنظمات الأممية والدولية، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، هناك قرار أيضا من مجلس الأمن، رأينا أيضا اجتماعات السبعة الكبار التي حدثت في إيطاليا والتي طالبت بحماية منشآت الأمم المتحدة وحماية أيضا العاملين وتمكين الأونروا من العمل. ولكن للأسف الشديد ما يحدث على الأرض وغير ذلك تماما. دمر لنا حوالي 189 مبنى، إما بصورة كاملة أو جزئية، نتيجة ضربات مباشرة، يعني ليس ضربات عشوائية. قتل لنا من زملائنا حوالي 193 من موظفي الأونروا، وهو الرقم الأكبر منذ إنشاء الأمم المتحدة حتى الآن. لم يحدث أن قتل في 8 أشهر منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 حتى الآن أن قتل 193 موظف. أيضا قتل حوالي 500 من النازحين في مدارس الأونروا، ونحن نرفع أعلام الأمم المتحدة ونبلغ الجانب الإسرائيلي يومين مرتين يوميا بإحداثيات هذه الأماكن حتى لا يقولوا لم تبلغونا وأننا أخطأنا. ولكن للأسف الشديد أصبحت الأمم المتحدة ومقارها كما الناس العاديين، يعني معرضة لإخطار شديدة، وتسمعون يوميا قصف هذه المقرات. اليوم صباحا
على سبيل المثال مقر العمليات الرئيسي في مدينة غزة قصفت بوابته وقتل عدد من النازحين أو المستفيدين الذين يذهبون إلى المكان من أجل توزيع المواد الغذائية، وأصيب عدد آخر بجراح. يعني هذا هو المقر المركزي للأونروا. طيب يعني دكتور عدنان، الأمم المتحدة تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عدم القدرة لوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر. برأيك إلى متى ستظل إسرائيل غير مهتمة بالمناشدات الدولية وتواصل عدوانها على القطاع؟ نعم، يعني هذا صحيح. يعني إسرائيل هي القوى المحتلة يعني لقطاع غزة، ومسؤولية ما يحدث في قطاع غزة من الناحية الإنسانية من إدخال المواد الإنسانية والإغاثية والطبية تحت مسؤولية إسرائيل، والمواد تدخل من معابر إسرائيل. يعني لا توجد الآن إلا هذا المعبر بعد 6 مايو عندما أغلق معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم بعد بدء العمليات العسكرية في رفح. يعني هناك ضغوط كبيرة، يعني ضغوط غير مسبوقة. الاتحاد الأوروبي، ونسمع يوميا تصريحات السيد بوريل نسق الاتحاد الأوروبي حول ضرورة إدخال المساعدات، السيد جوتيريس الآن يعني قبل دقائق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن ضرورة حماية منشآت الأمم المتحدة وحماية موظفيها، حتى اجتماع 7 الكبار والذي حضرته أيضا أمريكا كلهم قرروا بأنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية على إسرائيل ألا تستهدف المدنيين وأن تسمح للأونروا بالاسم، ذكروا بأن تسمح للأونروا بالعمل بحرية. ولكن للأسف الشديد يعني نحن لا نرى بصراحة استجابة من إسرائيل لكل هذه النداءات، والدليل على ذلك أن العمليات العسكرية متواصلة، القتل والتدمير وإعاقة إدخال المساعدات أيضا متواصل. طيب دكتور عدنان، إلى أي مدى تستطيع أن أنروا الصمود والعمل داخل قطاع غزة؟ يعني نحن مواصلون ونتواصل بالعمل لأنه لا بديل. يعني إذا توقفت الأونروا عن العمل تتوقف الحياة في غزة، لأن الأونروا لديها آلاف الموظفين، مئات العربات، مئات المؤسسات، تشرف على مراكز الإيواء الضخمة بها حوالي 1 مليون من الفلسطينيين. رغم قلة ما يدخل من مساعدات، ما يدخل نقوم بتوزيعه. يعني نحن نعطي أمل للناس بأننا موجودين، لكن بصراحة استمرار التضييقات واستمرار هذا الحجم البسيط من إدخال المساعدات، وفي ظل أيضا عدم توفر الوقود وانتشار الأمراض بصورة خطيرة، الكبد الوبائي، التهاب السحايا، الأمراض الصدرية، الأمراض المعوية، وهناك خشية حقيقية من انتشار الكوليرا المصاحب لانهيار منظومة العمل الإنساني التي بصراحة يعني تتوسع. يعني المجاعة الآن يعني تنتقل من شمال قطاع غزة، هناك حالات جوع، إلى جنوب قطاع غزة حيث يتركز معظم الفلسطينيين. يعني حوالي 1,700,000 فلسطيني الآن يعيشون في 59 كيلومتر مربع فقط بعد عملية رفح. ما نرى أن كل المنظومة لن تصمد، وليس الأونروا يعني لن تصمد بهذه الطريقة، ولكن نحن متواجدون نعمل بالقليل لأن لا خيار آخر أمامنا. طب دكتور عدنان أخيرا، يعني هل هناك خططكم على المدى القصير للتعامل مع الوضع المأساوي في قطاع غزة؟ ما هي خططكم للتعامل وما المدى الزمني إذا ما استمر هذا العدوان الإسرائيلي غاشم على السكان العزل في قطاع غزة؟ ما هو المدى الزمني الذين تستطيعون فيه أن تصمدوا وتعملوا في قطاع غزة؟ يعني الخطط الموجودة الآن هي خطط يوم بيوم، يوم بيوم، نوم بيوم، تتعلق بما يدخل. تدخل المساعدات، نقوم بتوزيع هذه المساعدات. العيادات المركزية التابعة لنا حوالي 6 عيادات مركزية في مختلف أنواع أنحاء القطاع، حوالي 100 نقطة طبية نعالج يوميا. هل أي تعرضت النقاط الطبية لقصف من الجانب الإسرائيلي؟ قصف متعمد بالتأكيد؟ العيادات طبعا، العيادات
نحن لدينا 22 عيادة مركزية في قطاع غزة، منها 16 عيادة خرجت عن العمل، أحرقت أو قصفت أو دمرت للأسف الشديد. يعني النقاط الطبية، نتحدث عن نقاط يعني بها 4 أو 5 أشخاص، يعني هي نقاط طبية متنقلة يعني في منطقة المواصي في الأحياء المدمرة لتقديم العلاج، ولكن العيادات المركزية الكبرى معظمها خرج عن العمل. لكن سيدي الحل هو واضح، الحل هو وقف إطلاق النار، فتح ممرات إنسانية، إدخال كل ما يحتاجه القطاع بالذات المعدات الطبية والأغذية والمياه، فتح الأسواق التجارية أيضا. يعني لا يمكن للشعب أن يعيش على معلبات من الفول والبذلاء والفاصولياء يعني لمدة عام، يعني وماذا بعد ذلك؟ لذلك هذا هو الحل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن كم سنصمد لا أحد يعرف على الإطلاق. إذا استمرت الأوضاع بهذه الطريقة قد تعلن الأمم المتحدة في منتصف يوليو القادم، سيكون هناك تقرير إما بإعلان مجاعة شاملة في قطاع غزة، ولكن دعنا نرى كيف تتطور الأمور. صحيح. دكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأنروا في قطاع غزة، أشكرك جزيل الشكر. تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ قرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري. ويأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود. والمزيد يطلعنا عليه زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، هذه البوابة التي لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول لبدء العدوان على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ما زالت هذه البوابة مفتوحة لدخول المساعدات الإغاثية المختلفة، إلا أن قوات الاحتلال ما زالت تمنع وتعرقل دخول المساعدات من الناحية الفلسطينية. من ناحية معبر رفح الفلسطيني فقد أحرقت قوات الاحتلال المعبر أو بوابة المعبر بالكامل الناحية الفلسطينية، أما من ناحية معبر كرم أبو سالم فقد منعت دخول المساعدات من هناك لعدد من الحجج المختلفة، إما لاستمرار الاشتباكات بجانب معبر كرم أبو سالم أو لعدد آخر من الحجج، منها السبت الإجازة الرسمية هناك عند قوات الاحتلال. لكن اليوم أيضا ما زالت قوات الاحتلال تمنع دخول المساعدات الإغاثية من مساعدات غذائية، وبعد أن وصل شمال قطاع غزة مرة أخرى لمرحلة الجوع، وهذا ما قد أعلنت عنه اليونسكو أول أمس، وأيضا منظمة الأمم المتحدة عن أن شمال غزة عاد مرة أخرى لمرحلة الجوع، وهناك بعض الأطفال الذين توفوا بالفعل جراء نقص الغذاء بشكل عام. أيضا نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ما زال جزء من هذه العرقلة الخاصة بقوات الاحتلال والإبادة الجماعية التي تحدث بحق الأشقاء في قطاع غزة، إلا أن اليوم دخل بالفعل عبر بوابة معبر كرم أبو سالم من الناحية المصرية، بوابة معبر رفح المصرية متوجهة لكرم أبو سالم، 4 شاحنات للوقود، عادت واحدة منهم بالفعل بعد أن أفرغت حمولتها، ولكن متوسط يعني شاحنات الوقود التي تدخل هي قليلة جدا مقارنة باحتياجها الحقيقي لقطاع غزة، خصوصا المستشفيات التي خرج معظمها عن الخدمة تماما بسبب نقص الوقود ونقص المستلزمات الطبية. لكن هذا لا يمنع استمرار تكدس الشاحنات في انتظار الدخول من الناحية المصرية، وهي ناحية التي لم تغلق أبوابها كما ذكرنا منذ اللحظة الأولى. هذه الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.
استهدف حزب الله اللبناني موقعا عسكريا في شمال إسرائيل ردا على اغتيال قيادي في شرق لبنان وسط خشية من اتساع نطاق التصعيد بين الطرفين على وقع التهديدات المتبادلة. في المقابل أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مسيرة من لبنان اخترقت شمال إسرائيل وسقطت دون وقوع إصابات. وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعا في منسوب التوتر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل على خلفية مقتل قيادي بارز من الحزب بضربة إسرائيلية. أعلنت قوات الحوثي تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع مجموعات مسلحة في العراق استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا. وذكر المتحدث باسم قوات الحوثي أنه تم استهداف السفينة شورثورن إكسبريس في البحر المتوسط باستخدام طائرات مسيرة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تدمير 3 قوارب مسيرة خاصة بقوات الحوثي في البحر الأحمر خلال 24 ساعة الماضية. نفت القيادة الأمريكية مزعم قوات الحوثي بشأن شن هجوم على حاملة الطائرات أيزنهاور. وأشارت القيادة المركزية إلى أن قوات الحوثي أطلقت 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن، مؤكدة أنه لم يتم إبلاغ التحالف بقيادة الولايات المتحدة ولا السفن التجارية عن أي إصابات أو أضرار جسيمة. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة إمبري البريطانية للأمن البحري أن هجوما بطائرة مسيرة ألحق أضرارا بسفينة تجارية على بعد 65 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة باليمن. وذكرت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم سالمون وأشارت إلى عدم ورود تقارير عن وقوع خسائر. دعا المستشار الإعلامي الإقليمي لشرق إفريقيا في المجلس النرويجي للاجئين كارل شامبري المجتمع الدولي للتدخل لتسهيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى السودان. وطلب المجلس النرويجي كافة الأطراف السودانية باحترام وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية تدهور الأوضاع في السودان. There's lack of coordination and camp management, which makes it extremely difficult for our staff to be able to deliver the aid. أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تحتفظ ب4 حاملات صواريخ في البحر الأسود وبحر آزوف. وأشارت الهيئة إلى تواجد سفينتين حربيتين في البحر الأسود، إحداهما حاملة صواريخ كليبر مع ما يصل إلى 4 صواريخ. وفي بحر أزوف يتواجد 8 سفن حربية، 3 منها حاملة صواريخ كروس كليبر بإجمالي يصل إلى 20 صاروخاً. قال مسؤولان روسيان إن أوكرانيا أطلقت 10 طائرات المسيرة التي استهدفت عددا من المناطق الروسية. قال إلكسندر بوغوماز حاكم بريانسك إن ما لا يقل عن 23 طائرة مسيرة تم تدميرها فوق المنطقة الواقعة في غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا. وذكر فازيلي أنوخين حاكم منطقة سيمولينسك الواقعة في غرب روسيا أيضا أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرات مسيرة فوق المنطقة، فيما لم يتضح عدد الطائرات المسيرة التي جرى تدميرها. وقال المسؤولان أنه وفقا للمعلومات الأولية لم يسقط قتلى أو مصابون في المنطقة، كما لم يتم الإبلاغ عن أضرار في المنطقتين.
أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا قصفت مبنى سكنيا في مدينة خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا، ما أوقع 3 قتلى وعشرات المصابين. وأعلنت النيابة العامة الإقليمية إصابة 52 شخصا بجروح جراء الضربات، بينهم 3 فتيان. كان الحاكم الإقليمي أوليك سينغبوف قد أشار في وقت سابق إلى أن أطباء يحاولون إنقاذ حياة 4 مصابين، هم امرأتان ورجلان حالتهم حرجة، كما نشر صورا لنوافذ مشتعلة وسيارات وحافلات نقل صغيرة مدمرة من جراء الضربة. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا إن موسكو ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحرمان نظام كييف من القدرة على شن هجمات على منشآت الطاقة الروسية. أشارت زاغاروفا إلى أن الهجمات المنهجية التي شنها نظام كييف على محطة زابوريجيا للطاقة النووية وغيرها من منشآت الطاقة في روسيا تظهر مسارا يؤدي إلى إلحاق أضرار غير مقبولة باقتصاد روسيا. روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحرمان نظام كييف من القدرة على شن هجمات على منشآت الطاقة الروسية، هكذا حذرت موسكو على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. وحول الهجمات الأخيرة للنظام كييف، أكدت زاخاروفا أن الهجمات الممنهجة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة الطاقة النووية في زابوريجيا وعلى منشآت الطاقة الروسية الأخرى تظهر سعي كييف لإلحاق أضرار غير مقبولة لاقتصاد روسيا وخلق مخاطر يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة تعرض الأمن النووي للقارة الأوروبية بأكملها للخطر. وأشارت زاخاروفا إلى أن قصف سلطات كييف لمفاعلي إنر هودر يظهر التجاهل التام لسلامة المنشآت النووية السلمية. في المقابل أطلقت روسيا وابلاً من الصواريخ والطائرات المسيرة ألحق أضراراً بمنشآت طاقة في جنوب شرق أوكرانيا وغربها، ما أجبر كييف على استيراد الكهرباء بوتيرة قياسية. وزارة الطاقة الأوكرانية أكدت أن الهجوم الروسي أصاب أيضاً إحدى منشآت البنية التحتية للغاز في غرب البلاد، مشيرة إلى أنه بعد 8 هجمات كبيرة شنتها موسكو على منظومة الكهرباء منذ مارس الماضي لا يزال الوضع في قطاع الطاقة صعباً. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن قواتها استخدمت صواريخ بعيدة المدى أطلقت من طائرات وسفن وطائرات مسيرة لقصف مستودعات ذخيرة ومنشآت طاقة، قالت إنها تدعم الإنتاج العسكري الأوكراني. أعلنت مؤسسة روستيخ الحكومية الروسية أنه تم تسليم دفعة جديدة من عربات المشاة القتالية BMP-3 المطورة للجيش الروسي. وكذا المدير التنفيذي لشؤون الأسلحة التقليدية والذخائر في المؤسسة باكخان أوزدوف إن المدرعات لديها القدرة على التخفي عن الوسائل التقنية وأجهزة التصويب الحديثة، بالإضافة إلى قدرتها على الصمود أمام نيران الأسلحة الخفيفة والمتوسطة الأعيرة والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات. أكد الرئيس السربي ألكسندر فوتيتش أن حجم صادرات بلاده من الذخيرة وصل إلى 800 مليون دولار على مدار 2 أو 3. قالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن أوكرانيا تسلمت هذه الذخيرة عبر دول غربية أخرى قامت بشرائها من صربيا، والتي أكدت أنها لن تنحاز إلى أي طرف في الحرب الروسية الأوكرانية. ووفقا للرئيس الصربي فإن الأسلحة الصربية أرخص من الأسلحة الغربية، وبالتالي فإن حجم صادرات الذخيرة من صربيا يمكن أن يزيد. أكدت كوريا الجنوبية أن تزويدها لأوكرانيا بالأسلحة يتوقف على تصرفات روسيا. وأوضحت سول أنه إذا زودت روسيا كوريا الشمالية بأسلحة دقيقة متقدمة فلن يكون هناك أي قيود أمام كوريا الجنوبية في تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا. كانت كوريا الجنوبية أعلنت في الأسبوع الماضي أنها ستراجع إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة بعد أن وقع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على اتفاق يتعهدان فيه بالدفاع المشترك في حال نشوب حرب.
عقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجمعا انتخابيا في فيلادلفيا تحدث فيه عن معدل الجريمة والهجرة، وأكد ترامب أنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية وسيجعل بلاده عظيمة مرة أخرى، مشيرا إلى ازدياد معدلات الجريمة في عهد الرئيس جو بايدن. وأضاف ترامب أن الحدود المفتوحة في عهد بايدن كانت أيضا كارثة على الأمريكيين من أصل إفريقي أو إسبانية. وفي وقت سابق تحدث ترامب في فعالية إنجيلية في واشنطن، حيث أيد قانون ولاية لوزيانا الجديد بشأن عرض الوصايا العشر في المدارس وأماكن أخرى. وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة التهديدات الكورية الشمالية بشكل أفضل، ويأتي الإعلان بعد يوم من استدعاء كوريا الجنوبية سفير الروسي في سول للاحتجاج على اتفاقية دفاعية وقعها الرئيس فلاديمير بوتين وزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، وتعهد من خلالها بمساعدة بعضهم البعض في حالة تعرض أي منهم لهجوم. لم تمض أيام قليلة على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية، والتي نتج عنها توقيع اتفاق أمني استراتيجي بين موسكو وبيونغ يانغ، حتى وصلت حاملة طائرات أمريكية في كوريا الجنوبية. البحرية الكورية الجنوبية أعلنت أن حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية ثيودور روزفلت وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة هذا الشهر مع الدولة المضيفة واليابان. تأتي زيارة حاملة الطائرات بعد نحو 7 أشهر من قدوم حاملة طائرات أمريكية أخرى، وهي USS كارل فينسون إلى الجنوب استعراض للقوة ضد بيونغ يانغ. ومن المتوقع أن تشارك حاملة الطائرات في مناورات مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان هذا الشهر، ولطالما شجبت بيونغ يانغ التدريبات المشتركة المماثلة ووصفتها بأنها تدريبات على الهجوم. إعلان أتى بعد أن استدعت كوريا الجنوبية السفير الروسي في سول للاحتجاج على اتفاقية دفاعية وقعها الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ هذا الأسبوع، وتعهد من خلالها بمساعدة بعضهما البعض في حالة تعرض أي منهما لهجوم. وفي غضون ذلك انتقدت سول وواشنطن المعاهدة التي أبرمت بين بوتين وكيم، وصفتين إياها بأنها تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة، لاسيما أنها نصت على مسألة تسليح الروس لكوريا الشمالية، ما يخالف قرارات مجلس الأمن ويهدد كوريا الجنوبية حليفة الولايات المتحدة. أكد الرئيس الفلبيني فرناند ماركوس أن بلاده لن تسمح بترهيبها، وذلك بعد مواجهة عنيفة بين البحرية الفلبينية وخفر السواحل الصينيين في بحر الصين الجنوبي. هذه المواجهة هي الأحدث ضمن سلسلة مواجهات متصاعدة بين السفن الصينية والفلبينية في الأشهر الأخيرة، في ظل تكثيف بكين جهودها لدفع مطالبها في المنطقة المتنازع عليها. وأثرت المواجهة مخاوف من انجرار الولايات المتحدة التي ترتبط مع مانيلا باتفاق دفاع مشترك، في حين أكدت الحكومة الفلبينية هذا الأسبوع أنها لا تعتبر الاشتباك الأخير هجوما مسلحا من شأنه تفعيل بند في المعاهدة ينص على قيام واشنطن بمساعدة مانيلا. وصل الرئيس البولندي أندري دودا إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة دولة تستغرق 5 أيام لبحث التعاون الثنائي. ذكرت شبكة تلفزيون الصين أن الرئيس البولندي وصل إلى مطار العاصمة الصينية، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية الصيني دانغ لي. هذا ومن المقرر أن يعقد دودا محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لتبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ورسم خطة لمستقبل تطوير العلاقات الثنائية. كما سيحضر الرئيسان مراسم توقيع عدد من وثائق التعاون. وصل إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو إلى المملكة المتحدة
في زيارة دولة يستقبلهما خلالها الملك تشارلز الثالث. تعد هذه الزيارة الخارجية الثانية لهما منذ اعتلاء ناروهوتو العرش في 2019، وسيكون الحدث الأبرز خلال هذه الزيارة المأدبة الرسمية التي ستقام بعد غد الثلاثاء في قصر بكنغهام، وأثرت تكهنات بشأن احتمال حضور الأميرة كيت زوجة ولي العهد ويليام. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قال إن الصين لا غنى عنها فيما يتعلق بتحقيق أهداف المناخ. وخلال زيارته للصين أكد هابيك ضرورة أن يسمح للصين بتحقيق نفس المستوى من أمن الطاقة مع تقليص عدد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم. شهد مطار مانشستر في بريطانيا انقطاع الكهرباء، ما تسبب في إلغاء وتأخير عدد من رحلات الطيران. ونشط المتحدث باسم مطار مانشستر الركاب بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الحرارة الحارقة سجلت عبر القارات الخمس 1400 رقم قياسي جديد خلال هذا الأسبوع فقط. قالت الصحيفة إن موجة الحرارات الشديدة أظهرت كيف أن ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان جعلت درجات الحرارة الكارثية أمرا شائعا. ومنذ بداية العصر الصناعي أدت الأنشطة البشرية ومعظمها حرق الوقود الأحفوري إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بنحو 1.2 درجة مئوية. ألقت السلطات اليونانية القبض على 13 من أفراد طاقم وركاب يخت بعد إطلاق الألعاب النارية من المركب، ما أسفر عن اندلاع حريق غابات في جزيرة هيدرا. وأضافت السلطات اليونانية أن رجال الأطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي دمر جزءا من غابة صنبور الوحيدة بالجزيرة في منطقة بيستي النائية. بسبب ألعاب نارية أطلقت من يخت، شهدت جزيرة هيدرا السياحية اليونانية قرب أثينا حريق غابات كبير، حيث اشتعلت النيران في غابة الصنوبر الوحيدة في الجزيرة في مكان يصعب الوصول إليه. عمدة الجزيرة أعرب عن غضبه من قيام بعض الأشخاص بإشعال الحرائق بهذه الطريقة التي وصفها بغير المسؤولة، مؤكداً أن البلدية سترفع دعواً مدنية ضد المسؤولين عن الحريق فور انتهاء التحقيق الأولي. هذا الخبر أثار أيضاً غضباً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قامت اليونان مؤخراً بتشديد العقوبات على الحرق المتعمد والتي قد تصل للسجن لمدة 20 عاماً وغرامة تصل إلى 200,000 يورو. إلى ذلك دعت الحماية المدنية في اليونان إلى أقصى درجات اليقظة، حيث أن خطر الحرائق ما زال مرتفعاً جداً خصوصاً في منطقة أتيكا المحيطة بالعاصمة اليونانية وفي بيلوبونيس في الجنوب وكذلك في وسط البلاد. وتستعد اليونان لصيف صعب ولاندلاع حرائق الغابات بشكل خاص بعدما شهدت شتاء هو الأقل برودة في تاريخها. وشهدت الدولة المتوسطية أول موجة حر الأسبوع الماضي مع وصول درجة الحرارة إلى أكثر من 44 درجة مئوية. وفي العام 2023 شهدت اليونان حرائق مدمرة وموجة حر استمرت أسبوعين تخطت خلالها الحرارة 40 درجة مئوية. ويؤكد خبراء أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري التي يسببها الإنسان يؤدي إلى إطالة موسم الحرائق وزيادة المساحات المحروقة. تنظم مؤسسة حياة كريمة عدة فعاليات لخدمة المواطنين الأولى بالرعاية في محافظات مصر المختلفة. وفي الإسماعيلية نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية فرحة العيد بتجهيز 10 عرائس بالإضافة لتسليم مساعدات تمكين اقتصادي وحالات طبية. مع
مؤسسة حياة كريمة طول الوقت بتقدم فعاليات مختلفة لخدمة أهالينا الأولى بالرعاية في محافظات مصر المختلفة، ومن ضمن المحافظات دي محافظة الإسماعيلية اللي قامت فيها المؤسسة بتنظيم فعالية فرحة العيد لتجهيز 10 عرايس، بالإضافة لتسليم مساعدات تمكين اقتصادي وحالات طبية. الحقيقة كان يعني في جو يسود البهجة وردود فعل إيجابية من كافة المواطنين اللي حاضرين للفعالية، وساعدنا بيهم، ودايما إن شاء الله نكون قدر المستطاع على رضا كبير من المواطنين من أهالينا من محافظة الإسماعيلية. نبدأ نعمل أبحاث عليهم في الأشد احتياجا، وبنعمل برنت تأميني وصور بطايق، وبنعمل مرة واثنين وثلاثة واتصالات لغاية ما بنشوف الأسرة اللي أشد احتياجا اللي احنا عاوزين نجهزها. احنا النهاردة متواجدين في فعالية فرحة العيد المنوطة في تسليم أجهزة عرايس من جميع مراكز محافظة الإسماعيلية. فريقنا نزل الشوارع ودور على الأهالي الأكثر استحقاقا، وهم اللي وصلونا ليهم، وهم كانوا السبب ان احنا نعمل فعاليتنا النهارده. ووسط حفل بيسودوا الفرحة والبهجة بين المواطنين، تم تسليم المستفيدين الأجهزة الكهربائية في مشهد بيبين قد إيه تحقيق حياة كريمة الأهداف. أكتر من حوالي 10 عرايس استلموا حاجتهم النهاردة، كان طبعا المنظر جميل جدا، وإن شاء الله في دي مش أول مرة، يعني دي أكتر من مرة عملنا الكلام ده، وفي لسه فعاليات كتيرة إن شاء الله جاية بإذن الله. وطبعا بمساعدة المتطوعين النهاردة وبجهدهم ومساعدة فريق بحث الحالات قدرنا إن احنا نوصل يعني للأكثر استحقاقا من القرى المختلفة في إسماعيلية. نشكر المغادرة التي ساعدت قامت بمساعدتنا مع زواج بنتي، فأنا لا أستطيع القيام بها، فنشكرها ونشكر على كل القائمين عليها إن شاء الله. يوم بعد يوم بيستفيد مواطنين جدد من خلال الخدمات المختلفة اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة طول الوقت، اللي أصبح صداها بيشعر بيه كل مواطن محتاج للرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتوعوي ليهم. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة، والذي يشير إلى أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيا الطاقة النظيفة والبنية التحتية في طريقه إلى الوصول إلى تريليوني دولار عام 2024. وأضاف التقرير أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقود التحول في قطاع الطاقة، حيث يذهب الآن المزيد من الأموال إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية مقارنة بجميع تقنيات توليد الكهرباء الأخرى مجتمعة. وأوضح التقرير أنه من المقرر أن تستأثر الصين بأكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة عام 2024 لتصل إلى ما يقدر بنحو 675 مليار دولار. عقد وزير البترول طارق الملا اجتماعا موسعا في مركز التحكم القومي للغاز بشركة غاسكو لمتابعة العملية التشغيلية في ضوء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد وترتب عليها زيادة كبيرة في الاستهلاكات. تم خلال الاجتماع استعراض سيناريوهات العمل المختلفة في ضوء الموجة الحارة وكيفية مواجهتها. وبهذا الخبر نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. في اليوم العالمي للخدمة العامة، الرئيس السيسي يؤكد دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة. الأمم المتحدة تحذر الاحتلال الإسرائيلي من عرقلة جهود العمليات الإنسانية في غزة، والأونروا تشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. المجلس النرويجي للاجئين يحمل المجتمع الدولي مسؤولية تدهور الأوضاع في السودان ويطالب بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة. إلى اللقاء.